وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. قبل أن أبدأ أيضا أذكر بموضوع المسابقة للأولاد وللبنات إن شاء الله أولادنا وبناتنا الذين يحبوا أن يساهموا في الرسوم اللي عرضت إن شاء الله تعرض الآن البروجيكتور يعني. We have competition inshallah to draw something about Karbala, about Ashura, and we have prizes inshallah at the end of this program. And if you have any question, you ask Sayyid Ali Abdullah inshallah. Salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Sallallahu alayka ya Sayyidi ya Rasulallah. صلى الله عليك وعلى آلك المظلومين. صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. نعم آل نعم بالغميم يقاموا فأوحش محراب لهم ومقام. حبست لكابي أسأل الربع عنهم ومن أين للربع الدريس كلام. خليلي يعوج بي ولو عمر ساعة فإن فؤادي لوعة وغرام. فلم أر مثلي يوم بانوا متيما ولا كجفوني ما لهن منام. ولا كالليالي لا وفى لعهدها كأن وفاها بالعهود حرام. فلم ترع يوما ذمة لابن حرة كما لا رعي لابن النبي ذمام. لأرجاس لآن صحائف لها الوفق بدء والنفاق ختام. أن اقدم إلينا أنت مولى وسيد لك الدهر عبد والزمان غلام. أقدم إلينا إننا لك شيعة وأنت لنا في النائبات عصام. فلباهم لما دعوا ولم تزل تلبي دعاء الصارخين كرما. حنانيك يا معطي البسايا نتحقق ومرخصنا ما يفسن لا تكايات تسام. أفلك في وصل المنية مطلب وهل لك في وصل الحياة
سألت ربع الندى والدمع منهمل روعا معشر ها هنا عهدي بهم نزلوا أين استقلوا عن الأوطان وانتقلوا بالأمس كانوا معي واليوم قد رحلوا وتألفوا في سويد القلب نيران نذر علي لئن عدوا وإن رجعوا. قال إمامنا وسيدنا أبو عبد الله الحسين عليه السلام: الناس عبيد الدنيا والدين لعق على ألسنتهم يحوطونه ما درت معايشهم فإذا محصوا بالبلاء قل الديانون. نوروا مجالسكم طيبوا أفواهكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. في هذه الكلمات الحسينية الكلمات التي قالها سيد الشهداء عليه السلام تشخيص لواقع الأمة يوم ذاك وتشخيص لمرض تمر به المجتمعات في كل زمن كل مكان. ومن هنا علينا أن نقف عند هذه الكلمات فقرة فقرة. هناك حديث طويل وهناك آيات بينات وأحاديث شريفة ذكرت وركزت على موضوع الدنيا والعلاقة الإنسان مع الدنيا الإنسان المؤمن. فهناك من يفهم أن الدنيا شيء مذموم وشيء لا ينبغي الإنسان أنه يتعلق بها، فإذا هي شيء غير مرغوب فيه. وبناء على هذا فكلما تخفف الإنسان عنها كلما صار أقرب إلى الله عز وجل وأقرب إلى دينه، هكذا يقولون. وهناك روايات ساقها في هذا المجال طويلة كثيرة، روايات كثيرة تقول أنه الإنسان الذي يتعلق بالدنيا وينشغل بالدنيا أكثر همه الدنيا هذا بعيد عن الله عز وجل وليس له نصيب من الآخرة. هذا موجود رأي، لكن هل هو صح أو لا سنبين. رأي آخر يقول لا، يقول أن الله عز وجل خلق الدنيا وخلقنا فيها ونحن أبناء هذه الدنيا، والمرء لا يلام على حب أمه. الإنسان الناس أبناء الدنيا، حديث موجود هذا، الناس أبناء الدنيا والمرء لا يلام على حب أمه. طبيعة الحال الإنسان يحب الأموال وتحبون المال حبا جما، غريزة هذه. تحبون مثلا الأولاد، تحبون كل ما عندكم ما منحكم الله عز وجل، العقارات إلى غير ذلك، هذه غريزة. الإنسان يأتي يوم القيامة يقول: يا ربي أنت خلقت لي هذه الرغبة وثم تمنعني منها، لماذا؟ فإذا يقول لا، الدنيا هي هذه الدنيا اللي نعيشها الآن هي لنا للإنسان، فليعمل ما يشاء فيها، لا يعتزل يعني، ليكون كما يقول الزاهد فيها، ولهذا ليأخذ منها بقدر ما يمكنه، بقدر ما فيه أنه يأخذ ويستغل هذه الدنيا لأن هي الدنيا له. هذا رأي. رأي آخر وثالث يقول، وهو أفضل وهو الرأي الإسلامي، أن الإنسان نعم لا يمنع أنه يعيش في الدنيا ويتعامل مع الدنيا، ولكن لا ينسى أن هناك دنيا، أن هناك دار أخرى، أن هناك دار البقاء، هذه دار فناء، فعليه أن يجمع بينهما. هذا الإنسان الناجح، الإنسان الناجح الذي تكون حياته تعريفه،
تكون حياته ومسيرته وفقا لهدفه. يعني مثل هو هدفه يصير دكتور مثلا. دكتور وين يكون؟ محله وين؟ بالميديكال سكول صح؟ أما دكتور مثلا وإذا هو يوم يشتغل مثلا نجار، يوم يشتغل حداد، يوم يشتغل مع احترامنا لكل هذه المهن، يوم يشتغل مثلا بالسيارات كل يوم شغله زين، ويقول صار دكتور اصير بعد 20 سنه 30 سنه، هذا ما يصير، لا يصل. الذي عنده هدف بالحياه وماشي باتجاه هدفه، يعني يوصل الى النقطه بعد يلتقي مع نقطه، مثل الان اذا عندنا خطين متوازيين ما يلتقيان صح؟ اذا هدفك وانت تمشون بالتوازي ما تلتقون، مثل سكه القطار تمشي الى الاخير. لكن اذا عندك نقطة معينة وأنت ماشي باتجاهها، عندك يعني دراشن معين ماشي باتجاهها توصل، من سار على الدربي وصل صح؟ فاللي يخلي بباله من أول في ذهنه أنه أنا هدفي بالحياة، الله خلقني هدفي أنه أرضي الله عز وجل مثلا، أرضي الله عز وجل وأيضا أعيش، مو حرام كما يقول بالإيراني، يقول هم خدا هم خرما. درست أرى جيد مضبوط. فهما يكون الإنسان يأخذ من الله، يعني خدا الله وخرمة هو التمر، يعني هم تمر هما الله، فيجمع بين الله وبين الدنيا، وهذا شيء جيد. يقول ما أجمل الدين والدنيا إذا اجتمعا، ما أقبح الكفر والإفلاس في الرجل. واحد جامع الدين والدنيا جدا جيد، هو المطلوب. أما واحد مفلس ولا دنيا ولا آخرة، نعوذ بالله من ذلك، هاي المشكلة، وهذا اللي يخوف، هذا اللي ينبغي أن يخوفنا، إنه واحد يا أخي عايش هو متحمل ومتأذي، تأليها بالأخير وإذا ما عنده شيء، لا مقدم شيء لآخرته، لا مقدم شيء للدنيا، ما في أي إنجاز عنده، ما في أي achievement، أي شيء ما عنده، سيدة 30 سنة 40 سنة ولا شيء. طيب ليش أنت لماذا وين هدفك؟ يقول الله شو الحكي هذا؟ شو هدف؟ شو كذا؟ ينبغي لنا نحن، هذه كلمات الحسين سلام الله عليه هي درس دروس لنا. الإمام يقول الناس عبيد الدنيا، بالعادة العبودية يعني الإنسان كل شيء يأسره إلا عبودية لله عز وجل. العبودية لله هي حرية، هي فخر إلهي، كفى بي عزا أن أكون لك عبدا، أن تكون لي ربا، وكفاني فخرا أن تكون لي ربا، أنت كما أحب فاجعلني كما تحب. الإمام علي عليه السلام، أنا أفتخر يا ربي أنه أنتسب إليك، أنت أفتخر بذلك. لكن الانتساب إلى أي واحد، تقول هذا من زلمة فلان مسؤول، فلان قائد حزب أو ميليشيا أو أي شيء، أنت تظل يعني عند فئة كثيرة من الناس تسقط من أعينهم. لكن تقول هذا زلمة الله عز وجل، هذا من رجال الله، هؤلاء رجال الله، أنصار المهدي صلوات الله وسلامه عليه، هؤلاء رجال الله عز وجل. ليش؟ لأن هؤلاء يعملوا لله، يعني هم صح مع الإمام مهدي سلام الله عليه، لكن هم عملهم لله، ولهذا تقول رواية قلوبهم كزبر الحديد، أقوياء أشداء. أيضا تصفهم بأن قلوبهم تزهر كأنها المصابيح، كأنها النجوم، كواكب الدرية تزهر لأهل السماء. وهذا منين جاء؟ جاء من اليقين، جاء من الإيمان. لكن بشكل عام العبودية لأي أحد هي ليست فخر إلا لله عز وجل. ليه واحد يقول هذا عبد مثلا، فلان عبد. وفي يوم أتذكر بعد كان مسلسل نطالع عن يطلعون بالدول العربية عن الخلفاء وعن كذا تاريخ الإسلام المزيف، فمن ضمن ما طلعه وحشي، هذا هو اللي قتل حمزة، سيدنا وحشي قتل سيدنا حمزة. شلون تضبط هذه المعادلة؟ حقيقة هذه مهزلة. طيب هذا كان قاتل ومجرم، هو أسلم، لكن سيدك ليش؟ سيدك منين جاء سيادة؟ يقول هو، يقول هذا طبعا المسلسل ليس يعني مو من شغل جماعتنا، يقول هذا الرجل بعد أن رغم ما قتل حمزة وراح وهرب، بعدين جابوه للنبي بشكل بآخر، قال أشهد أن لا إله إلا الله، قال ثم قال صدام لمن مات نفس الشيء، لا تنفع. قل ليش؟ لماذا تضيق؟ قل هذا الإنسان ما يتوفق للإسلام. طبعا هم يذكرون أنه مات سكران في حمص،
في سوريا المعتور. المهم يقول هذا يذكر سيرته، يقول هذا لما أسلم بعدين يعني فشاف ماذا يصنع، كان العبيد يلبسون ملابس خاصة لهم، ملابس عادية. يقول رجع إلى ملابسه السابقة، ما متعلم على الحرية، فرجع إلى العبودية. الناس بتعلم يعني لما يعيش فترة طويلة الإنسان في حالة معينة يألفها. ولهذا يقول شاعر، يقول خلقت ألوفا، متنبي، خلقت ألوفا لو رجعت إلى الصبا لفارقت شيبي موجع القلب باكيا. يقول حتى لو رجعوني، أنا اختيار الآن صار لي 10-20 سنة الشيب مبين عليه، لو خلوني صبي الآن رجعوني صبي راح أبكي على الشيب، بدي أرجع للشيب. نعم، الإنسان يألف الأشياء، يألفها، يألف الوطن، فإذا أخرج منه كأنك قلعت قطعة من قلبه. إجا مكان المهجر، تريد طلع من المهجر تحول على المهجر. ولهذا يتعلم الناس، ما في واحد يقول والله أنا بلدي، كل الأرض الله هي بلادنا، كل أرض الله تعالى، إن أرض الله واسعة، قل سيروا في الأرض، امشوا في مناكبها، وكلوا من رزقه وإليه النشور. فيألف الإنسان، يجي يتأقلم يعني، فيقول يتأقلم، يتكيف، يجي يعيش هنا، يتعلم، يروح مكان آخر. نعم، فرق بين بلد الإنسان الأصلي وبلاد الأخرى يعني ثانوية. ومن هنا يبقى الحكم الشرعي الذي يترك بلده من الأحكام الشرعية. إذا رجع إلى حتى لو بعد 20-30-100 سنة، إذا كان عمره طويل 100 سنة، حتى لو ما عايش فيه يصلي فيه تمام، مو قصر. لماذا؟ لأنه بعد يشعر أن هذا وطنه، لكن مجرد أنه غير نيته قال خلاص معش أنا ما أتعاطى مع البلد هذا، ما بدي إياه البلد هذا، مجرد أن يغير نيته انتهى، قطعت علاقته بهذا الوطن. لاحظ قضية مجرد تغيير النية الإنسان. فيستطيع الإنسان عنده وطن مثلا هناك وعنده وطن هنا، وهذا شيء طبيعي. فإذا العبودية لله عز وجل هي فخر وهي شرف للإنسان، والإنسان لما يكون عبد لله ما يستنكف. شوف الله تعالى يمدح المؤمنين، يقول وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا. ما قال هؤلاء عباد مثلا، هؤلاء المؤمنون الصادقون المجاهدون، قال عباد الرحمن، لأن هذه سمة